منذ وقعت انتفاضات تونس ومصر وليبيا ثم حركة 20 فبراير في المغرب، لاحظنا وجود نوع من التشويش في معنى الديمقراطية، خاصة أن التيار المحافظ يريد أن يختزل الديمقراطية في آلية واحدة من آليتها وهي آلية الاقتراع والتصويت، ويعتبر أن الديمقراطية هي تحقق إرادة أغلبية انتخابية عددية، وهكذا تختزل كل القيم العظيمة للديمقراطية في الأرقام وفي العدد، ويتحول الإنسان إلى مجرد أرقام. وقد رفضنا هذا التعريف وهذا التفسير، وظهر الخلاف بين مكونات حركة 20 فبراير في هذا المفهوم بالذات في نادي المحامين في اللقاء الذي نظم بين هذه المكونات، وقد حضرته بمعية الأستاذ محمد السياسي أيضا. وظهر الخلاف بين الديمقراطيين والمحافظين في معنى الديمقراطية في ذلك اللقاء، وهو لقاء ضم مكونات 20 فبراير. وأتذكر بأنه بعد هذا اللقاء وبعد يعني الاحتكاك المحتدم أو الذي احتدم بين الطرفين يعني الديمقراطيين الحداثيين وبين المحافظين الإسلاميين في معنى الديمقراطية، كتب السيد مصطفى الخفي وزير الاتصال الحالي والذي كان في ذلك الوقت يرأس تحرير جريدة التجديد، كتب إن الذين يرفضون اختزال الديمقراطية في صناديق الاقتراع ليسوا ديمقراطيين، هم أعداء الديمقراطية. واضطرني الأمر إلى أن أكتب في ذلك الوقت 5 مقالات متتالية لكي أشرح معنى الديمقراطية باعتبارها قيما ينبغي أن تترسخ عبر التربية لكي تخلق تهنية وتيار المجتمع، لكي تنجح الديمقراطية التمثيلية، لكي تنجح الانتخابات وتفرز فعلا ديمقراطية، لا بد أن نعتبر الديمقراطية هي هذا البناء الذي يمتد من أذهان الناس ومن عقولهم ونفوسهم لكي يصل أو يطال المؤسسات. أرى بأن ما حدث في مصر الآن يؤكد وينتصر للمفهوم الديمقراطي للديمقراطية، لأن هناك مفهوم لا ديمقراطي للديمقراطية. ما وقع ينتصر مفهومنا لأنه يبين بأن الذين اختزلوا الديمقراطية في صناديق الاقتراع فقط اصطدموا في النهاية بصوت الشارع الذي طالبهم بالرحيل، لأنهم أساءوا استعمال صناديق الاقتراع ولم يفهموا بأن الديمقراطية ليس أن يفوزوا بالأغلبية فقط، بل أن يحرصوا على احترام الحريات والمساواة والعدل، وأن ينظروا إلى المجتمع باعتباره مواطنين وليس جماعة دينية منسجمة نفرض عليها شريعة طرف معين. كما تبين أيضا بأنه لا ديمقراطية بدون دستور غير ديمقراطي يكون هو الأساس المنطلق، وقد كانت الانطلاقة خاطئة بالنسبة لأصحاب المفهوم الاختزالي للديمقراطية عندما اعتبروا أن عدد الأصوات التي حصلوا عليها تسمح لهم بوضع دستور خاص بهم في غياب القوى الأخرى.